يجيكم على القوة، يعني القوة في تواكب فهي كل العالم هاي أغلبها هاي واحد وثالثة واحد خلي يجون بالقوة بالقوة. طبعا مثل ما سمعت الآن أحد الثوار يقول وإحنا وياكم وحمايتكم، والثوار رفضوا هذا الشيء فقالوا لهم ردوا عليهم الرد السريع، ردوا على الثوار قال لهم راح تجيكم قوة تفتح الجسور بالقوة، يعني أكيد مكافحة الشباب راح تجي هسه حاليا تفتح الجسور. مثل ما جاي يشاهدون هالقوة حاليا تو وصلت الناصرية جسر الزيتون، وما حد يعرف لحد الآن هم ويانا لو علينا. اي شايلين سلاح، قوة كاملة اجت طوقين الجسر كله حاليا.